بسم الله الرحمن الرحيم. كنز عظيم جدا من كتب السنة، روى عبد الرازق في مصنفه، والإمام جلال الدين حافظ السيوطي في كتابه الجامع الكبير موقوفا على مجاهد. مجاهد ده من كبار علماء التابعين، يقول: سمعت رجلا لا أحسبه إلا ممن شهد بدرا، يعني واحد من الشيوخ شهده غزوة بدر، يقول لابنه: هل شهدت معنا صلاة الجماعة؟ قال له: نعم. قال له: هل أدركت تكبيرة الإحرام؟ قال له: لا. قال له: ما فاتك منها، فما فاتك من ثواب أفضل عند الله من 100 ناقة كلها سود العينين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ثواب تكبيرة الإحرام بس، ثواب تكبيرة الإحرام بس في المسجد، يعني كنت تبقى واقف الصف قبل ما الإمام يقول الله أكبر، أعظم من التصدق ب100 ناقة كلها سود العينين، اعظم من ثواب. طب عارفين ده معناه ايه؟ الناقه دلوقتي في مصر على سبيل المثال تمنها بيبدا من 10,000 جنيه، طبعا سود العينين يعني من افضل النوق. يعني الناقه الجيده كويسه تمنها بيفضل 30,000، 30,000 إيه؟ طب اضرب 100,000 في 30,000، اضرب 100 في 30,000، 3 مليون جنيه. يبقى اذا التصدق تكبيره الاحرام بس ثوابها أعظم من أنت تتصدق ب 3 مليون جنيه بلا مبالغة. يعني أعظم من أنت تتصدق ب 100 ناقة كلها سود العينين، يعني بمعنى أو أفضل من أنت تتصدق بثمنها اللي هو أكتر من 3 مليون جنيه. طب ما بالكوا بقى اللي بيخش والإمام خلص الفتحة، خسر قد إيه؟ كانت ناقة تكبيرة الإحرام بس. عشان كده اللي بيواظب، اللي بيحضر تكبيره الاحرام لمده 40 يوم يوصل المنزل عندي في 5 صلوات، 40 يوم بس يصل الى منزله عاليه جدا في الجنه، وتكتب له براءه من النار وبراءه من النفاق، ما يضروش اي ذنب يعمله بعد كده مهما عمل، خلاص ضمن الجنه وضمن منزله عاليه جدا في الجنه كمان. كتب له براءه من النفاق لانه اتولد من جديد. واحد ادرك تكبيره، لذلك انا اعرف واحد ذبح عجل قاعد يجاهد، انا نفسي قعدت اجاهد وقعدت لغايه ما قدرت في ثالث مره ان انا احافظ على تكبيره الاحرام لمده 30 يوم في الجامع عشان فضلت على تكبيره الاحرام. فشوفوا ما بالكم بقى اللي بيخش والفاتحه والمؤمن خلص الفاتحه. طب اللي بيخش والامام راكع خسر قد ايه؟ طب اللي بيخش والامام ساجد راحت منه الركعه الاولى، طب اللي بيخش راحت منه الركعه الثانيه، طب اللي بيخش وراحت منه الصلاه كلها والامام في التشهد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث: ثلاثه لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبره، منهم واحد ياتي الصلاه في دبرها، يعني قاعد يتفرج على مسلسل ولا تلفزيون ولا بتاع وسايب الصلاه الجماعه شغاله، وبعدين لما خلاص حس ان الصلاه هتخلص راح نازل يجري ولحق الامام وهو في التشهد، ده صلاته مش هتقبل، لان هو فعل ذلك استخفافا واستهزاء بالصلاه، فضل عليها المسلسل ولا الفيلم ولا مكالمه مع حد ولا بتاع. فشوفوا فضل الصلاه، شوفوا فضل تكبيره الاحرام قد ايه، شوف فضل وفضل اللي يحافظ عليها لمده 40 يوم في 5 صلوات قد ايه. ف يعني ثواب التصدق ب 100 ناقه، ثواب التصدق كانك تصدقت ب 3 مليون جنيه، اكتر من 3 مليون جنيه، ده تكبيره الاحرام بس. ف يا ريت ذلك واحد من العلماء، يعني من كبار علماء التابعين، سعيد بن المسيب، كما كبرته وهو في حضرته الوفاه بتبكي على ابوكي وهو ما فاتتش منه تكبيره الاحرام لمده 40 سنه في المسجد، ما راحتش منه تكبيره الاحرام. لذلك في واحد اسمه القواريري من اساتذه البخاري ما راحتش منه تكبيره الاحرام لمده 40 سنه في الجامع. ف جاله مره ضيف فعطله عن صلاه العشاء في جماعه، فخرج عشان يصلي العشاء لقى المساجد اتقفلت، عمل ايه؟ رجع صلى العشاء 27 مره، ظن منه انه ممكن يوصل لصلاه الجماعه، بعدين نام شاف الناس اللي صلت العشاء في جماعه راكبين حصانه سريعه، هو ركب حمار بطيء جدا، راح معديين جنبه مسابقينه وقالوا له: ما تحاولش تحصلنا، احنا اللي صلينا العشاء في جماعه امبارح، ما تحاولش تحصلنا. صلى العشاء 27 مره. شوفوا قد ايه، انا بقول الكلام ده عشان تعرفوا، شوفوا تكبيره الاحرام بس صعوبه قد ايه. فانا هكتب لكم الحديث، يا ريت المواظب على الجماعه يواظب على تكبيره الاحرام ويقاتل على تكبيره الاحرام، واللي ما اثر في جماعه هيندم اشد الندم يوم القيامه، هيبكي دما، اقسم بالله العظيم سيبكي دما يوم القيامه على كل صلاه جماعه راحت منه. فانا اكتب لكم الكلام ده في الوصف، انسخوا هذا الكلام وارجو اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.